هالو ستودنتس، هاو ار يو؟ اليوم بدنا نكمل درسنا عن الالكتريك سيركوت. اوكي، اول شيء انا بدي اعرف شو الكومبوننتس اللي انا بستعملهم لحتى اعمل كونكشن للالكتريك سيركوت وكيف السيمبلز تبعونهم. اوكي، اول شيء انا عندي الدراي سيل. شو هي الدراي سيل؟ طبعا اكيد احنا بنعرف هي البطاري. اوكي، هي عندنا هون مثلا نرسم عمود كبير وعمود صغير، بوزيتيف ونيجاتيف. احنا قلنا عندنا تو تيرمينالز، وان بوزيتيف اند ذا اذر نيجاتيف. This is the symbol of dry cell. طيب كيف السيمبل لللاند؟ نعمل هيك دائرة بقلبها أكس، هذا the symbol of land، symbol of motor، motor. Connecting wires، إحنا بنعرف ال connecting wires هو شريط، أوكي؟ فهو يعتبر شريط، أوكي؟ Open switch يعني مفتوحة، close switch مسكرة، أوكي؟ This is the symbols of this component، أوكي؟ هلا انا عندي تو كاينز اوف الكتريك سيركوت، في عندنا الاوبن سويتش والكلوز سويتش اللي هن هلا حكينا عنهم. اوكي، من خلال الاوبن سويتش، طيب شو هو الاوبن سويتش؟ الكرنت من خلاله حيمرق فلو، كانت فلو، سوري كانت فلو، اند ذا لامب داز نوت لايت، اللمبه ما حتضوي من خلال الاوبن سويتش. ليش؟ لان هي مفتوحه. هل التيار الكهربائي رح يقدر يمرق من خلالها؟ اكيد لا، ما زال التيار الكهربائي ما حيقدر يمرق، فهيك اللمبه ما حتضوي. اوكي، اما الكلوز سيركوت او كلوز سويتش، ذا كرنت كان فلو. ليه؟ لانها هي مسكره، التيار الكهربائي بيقدر يمرق من خلالها، وهيك اللمبه شو بصير فيها؟ رح تضوي، فهي حتصير لايت، ليت لايت. اوكي، هلا هون عندنا اكزامبلز على الكونكتينج وايرز. عندنا هذا قلنا الدراي سيل، اوكي، هذا هون عندنا الواير، هون عندنا شو هاي؟ لامب. هون انا عندي اوبن سويتش. طيب هاي انا عندي اياها اوبن سويتش، هل اللمبه هي حتضوي؟ اكيد لا، فهي شو؟ داز نوت جلو، ما حتعطيني لمعان، داز نوت جلو. طيب ليش؟ بيكوز ذا سويتش از اوبن، لان هي مفتوحه، فاكيد ما حتعطيني اي ضوء ولا اي لمعان. اما هاي السويتش عندنا اياها هون، شايفينها احنا كيف كلوز، اوكي، كلوز سويتش، فانا بعرف انه هي كلوز سويتش، هي بتمرق كرنت كان فلو اند ذا لامب ايمت لايت، فهي حتعطيني ضوء، فانا بعرف انه اللامب جلو، حتعطيني ضوء يعني حتعطيني جلو لمعان. اوكي، ليش؟ بيكوز ذا سويتش از كلوزد، از كلوزد. اوكي، فانا برجع بنسميهم هاد لون، شو اسم هاي اللي هون؟ اسمها دراي سيل. اوكي، ذس از لامب، ذس از كونكتينج واير، اند ذس از شو؟ كلوز سويتش. فاذا انا قلت لك نيم ايتش كومبوننت ان ذس فيجر، فاحنا بنسمي الكومبوننتس اللي انا عندي اياهم، قلنا دراي سيل، كونكتينج واير، لامب، اند كلوز سويتش. هون انا عندي دراي سيل، كونكتينج واير، لامب، اند اوبن سويتش. اوكي، Thank you.